السلام عليكم. سي محمد إيجاعة، عضو بمجلس الجماعي التامري، وكنتحدث لكم اليوم كممثل الأغلبية اللي كيتكون منها المجلس الجماعي التامري التابع للإقليم أكاديري دوتنان بجهة سوس مسا. تكلمتوا لي على البلوكاج اللي واقع، البلوكاج اللي واقع في الجماعه ديال التامري، كما كيعرف الراي العام لا المحلي لا الجهوي ولا حتى الوطني، هو راجع اساسا الاسباب اللي هي كثيره، منها التير الانفرادي والتير العشوائي للسيد الرئيس. والسبب الرئيسي يعني النقطه اللي كيقولوا التي افاضت الكاس هو الحجز على الميزانيه الجماعة. يعني تفاجأنا باللي الجامعة تحجز على الميزانية ديالها، فاش شفنا اشنا هو السبب لقينا باللي راه كاين حكم اللي خاصو يتنفذ وداز من كاع المراحل، وحتى شي عضوية اللي لا من المجلس اللي كان قديم لا من المجلس اللي كنكونوه دابا المجلس الحالي ما فراسو بحتى شي يعني حاجه من 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 يعني من من القضيه. مراسلات يعني كثيره اللي راسلنا كما قلت السلطات وهذا، وعندنا نسخ منها من 2015 وحنا كنراسلوا، راسلنا الولايه، راسلنا المجلس الاعلى الحسابات، ومشينا عندهم شحال من مره وطلبنا ان نعقدوا لقاء مع القضاة اللي هذا باش نتكلموا عليهم، وحتى يعني نوصلوا لهم المعاناه ديال 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 الناس ديال تامري. حيت واحد الحاجه حنا نخب اللي هي اللي عندها واحد الوعي سياسي، داك الشكل ديال الاحتجاجات وهذا قلنا زعما راه ماشي واحد الوسيله اللي نقدروا مثلا نحلوا بها هذا المشكل اللي عندنا في تامري. بحكم علاقه ديالنا مع الناس اللي هي مباشره، صراحه ديما كيقولوا لا خاصنا حنا نمشيو لحدا الجماعه نجتمعوا ونديروا، خاصنا نتافضوا، وهذا الشيء اللي كيدار يعني راه ماشي هو هذاك راه هذا. حنا ديما كنحبسوا وكنقولوا لا راه غادي نلقاو مثلا الحل هو سياسي، حلي هو اللي ما فيهش تصعيد، ما فيه حتى حاجه. ولكن دابا راه ما لقينا، تهددنا حنا باستقاله، حنا كنقولوا ما عندنا يعني معنا ما نديرو مازال في هذه الجماعه الا بقات كتسير هكا. لا يعقل ان جماعه تقريبا راه العامين هذه كيسيرها رئيس ما عندوش اغلبيه، فاقد الاغلبيه ديالو، يعني ما كايناش اغلبيه. لا يعقل ان الجماعه الوحيده على الصعيد الوطني اللي فيها هذا البلوكاج هذا اللي المصالح ديالها مجمده، وعامين هذه يعني في كل الدورات كما قلت كل الدورات الا والجدول ديال الاعمال كل شيء كيتم يعني تصويت عليه بلا يعني بالرفض. علاش الرفض؟ حيت قبل ما ندخلوا بعد ذاك الاجتماع، ذوك الاجتماعات اللي كيكونوا قبل الدوره، جدول الاعمال كيكون بشكل اللي هو انفرادي، بشكل اللي هو يعني عشوائي الى غير ذلك. التجانا كما قلت لكاع السلطات لكاع الفعاليات، وهما المراسلات عندنا يعني كاملين، عندنا كاع المراسلات اللي بقى لنا هو كنناشدوا سيدنا الله ينصرو جلالة الملك محمد السادس، اللي صراحة هو اللي بقى لنا ان نبلغوا بالمعاناة ديال الساكنة ديال التامري كاملة. يعني كلشي الناس ديال التامري راه مقهورين صراحة، يعني المشاكل كثيرة وخروقات اللي هي كثيرة، وخروقات بالجملة كنقولوها وكنتحملوا مسؤوليتنا فيها، وبغينا من غدا يعني تجي لجنة وتوقف على كاع هاد الاختلالات اللي كاين هنا، وكاع هاد الشيء اللي كنقولوا من داك الحج ديال الميزانية، الوثائق اللي جبنا ودلينا بهم المحكمة، هاد الشيء الخروقات اللي كاين في السوق، الخروقات اللي كاين في المشاريع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الخروقات اللي كاينة في يعني في التعمير، ومشاكل يعني مشاكل أخرى اللي هي كثيرة. كنناشدوا صاحب الجلالة الله ينصرو أنه يتدخل،
مسؤولين يعني اللي عنده شي شويه ديال ديال الغيره على 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 الناس. كنتمنى ان هذا النداء ديالنا باسم الاغلبيه المكونه المجلس الجماعي التامري التابع لعماله اكادير ذو تنان بجهه سوس مساء انه يلقي اذان اللي هي صاغيه باش يتحل هذا المشكل. ولا هذا الرئيس صراحه فيه شي شويه ديال غير شويه ديال الانسانيه وديال هذا 27 عام ولا 25 عام من هذا يعني خلي بلاصتو للناس اللي باغيين يخدموا.